اكتواليتي وهو معناه سؤال متعلق باليسار اليوم بخصوص رئيس حزب قلب تونس المترشح للانتخابات الرئاسيه ومالك قناه نسمه نبيل القروي اللي تم ايقافه اليوم على خلفيه قضيه معناها نشرتها ضد منظمه انا يقظ. تعليقك على هذايا استاذ ونشوفوا معناه انه الساحه السياسيه تو تفصلنا بضع ايام على الحمله الانتخابيه والانتخابات الرئاسيه نشوفوا فيها معناها ساحه تجاذبات سياسية بامتياز. تعليقك على هذا يا أستاذ؟ كلها نحن حريصين على أمن الأحزاب لأنه الديمقراطية هي بالأحزاب وليس بالأحزاب. حريصون على استقلال القضاء. ننتظر بيانات من القضاء حول تفسير هذا الاعتقال. بطبيعة الحال نحن لم يسرنا هذا الاعتقال ولا يسرنا تعطيل أي حزب أو تعطيل أي مسؤول حزبي، ولكن في البلاد قضاء وننتظر أن يفسر القضاء على الإجراء احتراما للإجراءات القضائية. وإذا كان لنا نستدرك فقط نقول نحن أمام زمن الانتخاب، زمن سياسي وزمن قضائي. نخشى أن يختلط الزمنان وحريصون على التمييز بين الزمن القضائي وبين الزمن السياسي. أستاذ راشد أمس رئيس الحكومة فوض مهامه الوزير الوظيفة العمومية ورئيس المجلس الوطني لحزبه المهام نتاعو، تعليقك أنت على الشيء هذا؟ معناها هو ينتمي للحزب نتاعو، معناها تحسوا نفس الشيء. أستاذ هل ترى أنه النقطة هذه تحسب لرئيس الحكومة يوسف الشاهد أم ضد؟ على كل حال هذا الإجراء له أساس قانوني. نحن لم نكن نتمنى أن يحصل هذا وكنا دائما معترضين على هذا، ولكن هذا الإجراء له سبب قانوني. سيد كراشت الناس كل تعرف اللي انت عشت ياسر في لندن ومع الجدل اللي صاير بحكاية الجنسية. عندك جنسية؟ تطلعش عندك جنسية؟ لا لأن لم أحصل عليها. كل اللاجئين تقريبا الذين كانوا في بريطانيا لاجئين تونسيين حصلوا على الجنسيه التونسيه الجنسيه البريطانيه، ولكن انا ظلت اقاوم رغم الضغوط الشديده لانه كنت احمل جواز الامم المتحده وهو امكانياته فرصه في التنقل فرص ضعيفه ولا بد من فيزا لكل بلد، ومع ذلك تحملته خلال 22 سنه قاومت الرغبه بالسهولة بالحصول على جواز بريطاني ولكن امتنعت عن ذلك. أستاذ كيفاش تقبلتوا خبر رئيس الحكومة بكونه يتنازل عن الجنسية الفرنسوية؟ كنتوا تعلموا عنده جنسية فرنسوية وشنو موقفكم بعد ما علمتوا بكونه عنده جنسية فرنسوية؟ أخر جدل كبير معناته هو رئيس الحكومة بعد طرح يوم كنا نسن الدستور في المجلس الوطني التأسيسي طرح على الموضوع ونحن اعترضنا على حرماني حامل الجنسية الأجنبية حرمانه من المشاركة السياسية ومن المشاركة في الترشح، وقلنا إذا كان انتخب عندئذ يجب عليه أن يتخلى عن هذه. إذا لم ينتخب لأنه حمل الجنسية الأجنبية لكثير من التونسيين الذين كانوا لاجئين الخارج لم يكن عملا هكذا نزهة وإنما كان ضرورة لأنه لم نكن نمكنوا من الجوازات التونسية فلم يكن أمامنا إلا حمل وثيقة مش جواز، وثيقة الأمم المتحدة اللي هي وثيقة لا تمكن من السفر إلا بصعوبات كبيرة، وبين أن يحمل الجنسية فحمل كثير من اللاجئين الجنسية جنسيات اللجوء في فرنسا وبريطانيا وسويسرا وبلجيكا وأمريكا إلا القليل الذي ظل يقاوم هذا الأمر. شكرا لك.